السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد. اليوم عندنا تحديث جديد لأداة حفيدك. راح نعمل عليه أكثر من فيديو لحوالي 5 أجهزة. راح نبلش اليوم بجهاز 7 بلس. زي ما أنتم شايفين الأجهزة كلياتها إن شاء الله راح نعمل عليها فيديوهات. راح أول شيء نبلش بعملية تنزيل الأداء من الرابط. طريقة تحميل، طريقة التثبيت، وكيف نكتب الأداء، وبعدها راح نعمل تخطي لحساب الآي كلاود لجهاز آيفون 7 بلس. أول شيء راح أترك لك رابط موجود بالوصف، تنزل في هذا الرابط وبتروح على منطقة التحميل وبتضغط على تحميل. تتوجه معك الأداة لهاي الواجهة، بتنزل لتحت، بعدها بتضغط على داونلود، برضو بتنزل لتحت وبتعمل ستارت داونلود عشان تنزل الإصدار الجديد. هنا بتبلش عملية التحميل. 247 ميجا. طبعا الأداة مجانية من صاحب الأداة سيد عماد، مجانية 100%. راح نثبت الأداة ونفعل الأداة ونبلش شغل. خلينا ننتظر لغاية ما يكتمل التحميل. والآن بعد ما نزل الملف زي ما انتم شايفين، نفتح فولدر ونسكر الموقع. نيجي على الملف ونضغط عليه كليك يمين Run as Administrator. طبعا الإصدار القديم لساته نازل عندي هون، ولكن بدي اضغط، شايف ضغطت مور انفو، بعدين بعمل رن انيوي تنزل الاصدار الثاني، بعدين بعمل تالي تالي كرييت ديسكتوب، بعمل تالي وانستول، وهيك ببلش تنزيل. طبعا الاصدار الثاني شغال للاجهزه اللي من 12 ل 14. هاي نزل هيك عندنا اصدار الجديد. يبدو انه راح الاصدار، لا ايوه نزلت عندنا هاي جديده. خلينا نفتحها، نفتح هاي الاصدار، فتحت معنا الشكل. هلا اول خطوه بدك تعملها بعد ما تفتح معك الاداه بالشكل هذا، بدك تعمل اكتف للاداه، يعني بدك تفعل الأداة. هذا التفعيل بتعمله بأول مرة فقط، تضغط على Active Tools Free، تعمل أوكي، تفتح عندك القناة، هاي قناة حفيدك صاحب الأداة. هنا أنا شو راح أعمل؟ راح أعمل إلغاء اشتراك وألغي الاشتراك. انتبه على هاي الخطوة، إذا كنت مشترك في هاي القناة لازم تلغي الاشتراك وتطلع منها، ترجع تعمل اكتف كمان مرة، تعمل اوكي، تخلي القناة تفتح معك بالشكل هذا. ضروري يطلع عندك المسج هون وتعمل اشتراك. هيك انت بتاكتف الاداة. خلصنا المرحلة الاولى. شو بعمل؟ الخطوة الاولى بعمل تشيك ديفايس، اضغط على تشيك ديفايس عشان يقرأ الجهاز. زي ما شفتوا قرأ الجهاز بشكل طبيعي، اضغط اوكي. الان بعمل جنريت اكتيفيشن، اضغط عليها نو سيريال. هون بحكي لي انه الجهاز لازم تعمل له ريجستر، هي الاداه مجانيه ولكن لازم تعمل ريجستر للكي تبعه. بضغط اوكي، راح يطلع لي انه عمل نسخ للرقم السيريال تبعه. بضغط له اوكي. هون راح تفتح عندي الواجهه، ما ضغط هون ضغطنا عليها، بس نضغط هون بعدين بنعمل اوكي، تفتح عندنا الواجهه بالشكل. نيجي هون بنختار 7 بلس، نيجي هون بنعمل لصق. من وين جبت الرقم؟ هو عمل نسخ تلقائي لوحده. ننتظر
20 ثانية لتخلص عشان نضغط اوكي ونكون فعلنا هذا الكود عليه. لازم كل جهاز تشتغل عليه تعمل نفس الخطوة هاي. الاكتف للبرنامج مرة واحدة، ولكن هاي بدك تعملها على كل جهاز. الان بضغط ريجستر، زي ما شايفين تمت اضافة الجهاز بنجاح. اروح بعمل اكس، بدنا نبلش بعملية فتح الجهاز. شو بنعمل اول خطوة؟ اول خطوة نعمل تشيك ديفايس، نضغط على تشيك ديفايس ونختار تشيك ديفايس. زي ما انتم شايفين اخذ تشيك ديفايس، نعطيه اوكي. بعدها بنروح نعمل جنريت اكتيفيشن هالو نو سيريال اول خيار، نضغط عليها ننتظر. زي ما شفتوا اعطاني انه لازم ندخل الجهاز بوضع سيفتي مود. الان شو بنعمل؟ اول شيء بنضغط على الباور عشان تكون الامور سهله. انا بحكي على ال7 بلس، نعمل اغلاق ومباشره بنضغط على خفض الصوت، نضل ضاغطين عليها. ليش؟ عشان الجهاز يدخل على وضع الريكفري، نضل ضاغطين عليها. ليش نعمل هاي العمليه؟ بندخل الجهاز بوضع الريكفري، ومن الريكفري للديفيو مود. اذا عملت هيك الجهاز مستحيل يعمل يرجع يشتغل معك وانت بتقوم باي خطوه باي برنامج. الان دخلت وضع الريكفري، الان بضغط باور خفض الصوت مع بعض لغايه ما تطفي الشاشه، بعدين 1 2 3 وبرفع ايدي عن الباور بضل ضاغط على خفض الصوت. هيك الجهاز دخل معي بوضع الريكفري والشاشه سوداء زي ما انتم شايفين. الان برجع بعمل تشيك ديفايس كمان مره، خلي هاي الكاميرا هيك كمان عشان اكبر. الان الجهاز بوضع الديفيو مود وعملنا له تشيك ديفايس زي ما شفتوا اعطاني دن. هلا انا معالج الجهاز الكمبيوتر تبعي انتل، فالعمليه عندي سهلسه واشتغلت 100%. اذا كان المعالج عندك اي ام دي وصار عندك هون خطا، مباشره بتفوت على هاي الاداه وبتعمل جيل بريك للجهاز. الجيل بريك انا شرحته في الفيديوهات السابقه، تقدر تروح على 7 بلس جيل بريك راح تلاقي الجيل بريك، تقدر تضغط هون على الاداه هاي راح تفتح معك زي ما انتم شايفين. اذا ما تمت هاي العمليه راح تفتح معك الاداه وتعمل من هون الجيل بريك بشكل كامل، نفس الاداه اللي انا عامل عليها الفيديوهات. هلا اذا اشتغلت معك الخطوات هون زي ما هي بالضبط واعطاك دن انه دخل على وضع الباور ديفي مود، بتوجه للخطوه التاليه وهي بروح على البوت، بعمل بوت رام ديسك اي او اس 15. ليش؟ لانه اصدار الجهاز اللي عندي 15.8. اذا كان الاصدار عندك 16 تختار يعني 16 فما فوق بتختار 16. زي ما انتم شايفين جهاز بيدخل في وضع الرام ديسك. الان ننتظر لغايه ما تتم العمليه. بلش بعملية الرام ديسك زي ما انتم شايفين. هون هيك تمت العملية الدخول للرام ديسك بنجاح. بضغط على اوكي، وبعدها بضغط على هلو اكتف اي او اس 15 16. طبعا يا ريت يا جماعه اللي له تواصل مع استاذ عماد، انا هلا بعد هذا الفيديو مباشره اخر مقطع راح اخلي فيه مقطع انا جربت اعمل فيه باك اب لباس كود واعمل فيه باس كود اكتف واعطاني خطا، ومتاكد من الخطوات 100% عملتها صحيحه.
ففيها مشكلة، يعني ممكن تكون مشكلة من الأداء، عشان يعالجها في حال إنه لسحب الباك أب وإعطاء الباك أب، في حال إنه تتبين معه، لأنه الأداء لسه اليوم نزلت، فممكن إنه يكون في خطأ، يعني ممكن يتعالج بشكل بسيط. بس يا ريت اللي عنده تواصل مع أستاذ عماد، لأني حاولت أبعت له كثير مسجات ما رد علي نهائيا. زي ما شفتوا يا جماعة، الجهاز فتح بشكل كامل، صارت عملية التخطي 1000000%. زي ما انتم شايفين تمت العملية بنجاح. يا ريت يا جماعة لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة. والآن بدي أخلي مقطع صغير في نهاية الفيديو لأستاذ عماد، بس عشان يشوف، عشان يعالج لنا المشكلة تاعت الباك أب باس كود والاكتف باس كود. طبعا الجهاز هو 7 بلس، نفسه الجهاز. انا هنا مباشره اخذت تشيك ديفايس ودخلته في وضع الرام ديسك بشكل كامل، اي لاستاذ عماد. بعدين اخذت باك اب زي ما انتم شايفين. الان بضغط على باك اب وبياخذ مني باك اب بشكل كامل. وهون عملت اريس للجهاز، بضغط على اوكي عشان اعمل اريس. يعني الخطوات نفس الخطوات الادوات الثانيه، يعني بنشتغل عليها ما فيها اي صعوبه. زي ما شفتوا اخذ باك اب وعمل اريس، واعطاني كمان شانل تاعت حفيدك. وهنا طفى واشتغل الجهاز بشكل كامل. خليني اقدم الفيديو سريع. مسح زي ما انتم شايفين. هنا فتح التليفون ورجعت دخلته بوضع الريكفري، بعدين ديفيو مود، ورجعت عملت تشيك ديفايس، ورجعت اعطيته دخل بشكل طبيعي للرام ديسك. وهذا الخطأ اللي صار. هون خلص الرام ديسك. الان بس اعطيه باس كود اكتيفيشن، هذا الخطا اللي بصير، ما برضى يتعداها. يعني عدت العمليه اكثر من مره زي ما انتم شايفين. something wrong contact admin. انا شو عملت؟ انا رديت عملت اريس للجهاز، مسحته، عملت تشيك ديفايس وعملت اريس من زر اريس اللي هو جربت هون اعطيه كمان مره برضه ما اخذ، رد اعطى نفس الخطا زي ما شايفين. وعملت بعديها اللي هي اريس ديفايس، هاي كمان مره جربت برضه ما اخذ. هنا ضغطت على اريس ديفايس، مسحت الجهاز كامل، ورجعت كمان مره اعطيته الباك اب برضه ما اخذ. هنا رجعت كمان مرة عملت الباك اب زي ما انتم شايفين، رجعت اعطيته الباك اب كمان مرة، ما نجحت العملية. يا ريت اللي عنده تواصل مع استاذ عماد يبلغه بهاي الشيء اللي صار، عشان يعالجنا اياه مباشرة، لانه لسه الاداء يعني الاصدار نزل جديد، فممكن يكون في اخطاء بتتعالج مباشرة، يعني الامور بتكون سهلة. حاولت ابعت له اكثر من مره بالاسبوع الماضي، ما كان في يعني ما كان في رد نهائي. فعشان هيك اللي عنده تواصل معه يعني يا ريت يبلغه. نراكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.